مدحوينها مامولكا تشوبا هيا مانتا وحا او مغعابي وسير كوحيغي نوها ايو قدومي يال دقمو ارنتاسي او هايد ميدا اد لوغا درسوغا يي هاي نوفا فا هيو خدر محمود حريدو واركن لوغا صودري مغالا دا كسما ايو مدحوينها مامولكا تشوبا لان احمد محمد اسلام احمد مدوبي ايا مانتا صو مغعابي وزير كوحيغي ندا مامولكا تشوبا لان سيدا او شرحا ايو افاينكا مامولكا تشوبا لان عبد الناصر سيرار مح او warbaahinta uu akhriyay wareegtada magacaabista ee kasoo baxday xafiiska madaxweynaha Jubaland ujeedo maanta oo ay bishu tahay 22kii bishii 2aad February magacaabida xubnaha golaha fulinta hoggaamiyaha maamulka kumeelgaarka ee Juba markuu arkay dastuurka maamulka kumeelgaarka ee Juba cutubkii 26aad faqrada ee ku aadan awooda hoggaamiyaha ee magacaabida xubnaha golaha fulinta ee maamulka markuu arkay baahida loo qabo taabagelinta maamulka gaar ahaan golaha fulinta markuu la tashaday ku-xigeenadiisa golaha fulinta salaadiinta aqoonyahanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka hoggaamiyuhu wuxuu magacaabay xubnaha golaha fulinta ee hoos ku xusan Abdunaasir Seraar Maax afayeenka maamulka kumeelgaarka ee Juba b wasiir ku-xigeenada kow mudane Cali Maxamed Xaashi wasaaradda maaliyadda لبا مدانة عبد الرشيد حسن عبد النور وسارة الرماها الجودها إيا أمنها سدح مدانة عبد الحسين علي وسارة قرشينتا إيا حديرك عالمها أفر مدانة ظاهر عبد القادر محمد وسارة بيارها حوالها إيا كالوميسها شن مدانة أحمد عبد القادر علي وسارة الرماها بلشدة لح مدانة عيديد سليمان حاشي وسارة عافيماتكا تضبا مدانة إساق محمد حسن وسارة قصوركا إيا أرمها الدينتا سيديد مدانة جيل محمود آدن وسارة قاديدكا بوستادا إيا إسكارسينتا سقال مدانة حسن إساق يعقوب وسارة قناعسيكا إيا ورشادها طبا مدانة عبد النور بوله وسارة معدنتا إيا بيها إيا بيئدا سي وسير الدولياشا نمبر ون قمر مروى قمر داق حاج خليف وسير الدولها أرمها هاوينكا يقوسكا مضانة شيخ أحمد محمد إسلام هو قاميها مامل كميرغاركا جوبا انتاس وحا كل ما تي ديكراتي دي وصوصا ريمانتا ملحوينها كميرغاركا مامل كجوبا أحمد الشيخ علي الإسلام إن السداس أيام ربنا إن أمضى الصومالي ترنتي أيوغا وحير كدب مقعابيست وزيرو كحيغي ندا مامولك تشوبالان أيا وريك تكالا أو كسو بحدي حفيس كمدحوينها تشوبالان وحالوغو مقعابي قدوميها دقمدا كسمايو إيو ميتكا قبل كجوبادو هوسي وحانا قدوميها دقمدا كسمايو لو مقعابي إبراهيم محمد يوسف iyo gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose oo loo magacaabay Cabdirashiid Cabdullaahi Gooni Khadar Maxamuud Xareed Somali Channel Kismaayo